مشاهدينا، كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الموجز عن انه في خطه الحقيقه لتاهيل منازل المواطنين بعدد 285 منزل تحديدا في محافظه بني سويف وفي مركز ومدينه الوسطى. خلينا نعرف تفاصيل اكثر من الدكتوره او الاستاذه امل احمد حسن، وكيل وزاره التضامن ببني سويف، حول هذا الموضوع. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ احمد، وصباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم عن تاهيل 285 منزل يا فندم ورفع كفاءتهم، حضرتك لو تنقلي للساده المشاهدين الصوره، الشكل كان عامل، شكل المنازل دي كان عامل ازاي، بقى عامل ازاي، وحضرتك تشرحي لنا بشكل مفصل. الحقيقه طبعا في ظل المبادره الرئاسيه اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه، تم التنسيق ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل في القرى الأكثر فقرا واحتياجا، وبالنسبة طبعا للأسر الأولى بالرعاية والاحتياج تم إعادة تأهيل المنازل لهم. طبعا المنازل دي يمكن في البداية كانت غير آدمية بالمرة، تم إعادة التأهيل لها من خلال مؤسسات المجتمع المدني. تمت مرحلة أولى بعدد 135 منزل في مركز الوسطى في قرى معصرة أبو صير وأبو صير الملأ وقرية انفار. أيوة أستاذة أمل، هي الفكرة يعني إحنا بنحاول ننقل للمشاهدين الصورة، يعني كان شكلها عامل إزاي. حضرتك بتقولي إنه كانت العيشة كانت صعبة شوية أو كانت غير أدمية، بأي شكل كانت غير أدمية؟ إيه اللي حصل في المنازل دي؟ هي المنازل اللي هم طبعا حددوا ان هي يتم اعاده تاهيلها كانت عباره عن عشش وغير ادميه بالمره، غير مؤهله لان يعيش فيها الانسان بكرامه. طبعا يمكن كانت ما فيش اسقف ولا في ارضيات ولا في الامكانيات الطبيعيه للانسان المصري انه يقدر يعيش فيها بشكل طبيعي. تم اعاده تاهيلها، رفع المباني بتاعه الحيطان، تم اعاده تاهيل بقى الحوائط والارضيات والاسقف، وتم الدهانات وكل وتم دخول المياه والكهرباء. يعني تم بنية تحتية بالكامل وأساسية في المنازل. نعم أستاذ أمل، يعني حضرتك بتتحدثي عن مجموعة من المنازل غير الآمنة اللي وجود أهلنا فيها بيهدد حياتهم للخطر وبتفتقد لأبسط متطلبات الحياة. عاوزين نعرف من حضرتك بقى دلوقتي إحنا أمام كام منزل جاهزين لتسليمهم لسكانهم؟ هي المرحلة الأولى تم تسليم 135 منزل في شهر أغسطس الماضي، وحاليا في الأسبوع اللي هو يبدأ إن شاء الله، إن شاء الله هنسلم 150 منزل آخرين في قرى صفت الشرقية وكوم دريجة والميمون في الوسط أيضا. طيب مستهدف يا فندم كم منزل في الفترة القادمة؟ هل 285 وهنتوقف هنا 285 منزل، ولا لسه في مرحلة تانية كمان؟ لا، في مرحلة ثالثة أيضا ب 150 منزل في الوسط أيضا. بالإضافة الحقيقة احنا مش شغالين في الوسط بس، يعني شغالين على مستوى المحافظة في مراكز متعددة الحقيقة. طيب المدة الزمنية بقى، هنا يهمني أعرف المدة الزمنية اللي بيتم من خلالها تسليم المواطنين لمنازلهم بعد رفع كفاءتها وتهيئتها كي تكون يعني تضمن حياة كريمة لهؤلاء المواطنين. هي طبعا بتاخد فترة ما بين 3 شهور لإعادة التأهيل بالكامل وتسليمهم لمنازلهم. طب التكلفة مين اللي بيتحملها؟ المجتمع المدني يا فندم، هم اللي بيسألوا. يعني المواطنين ما بيدفعوش أي حاجة نظير هذه الأعمال؟ لا خالص خالص يا فندم، هو المواطنين ما بيدفعوش أي تكلفة ولا بيتحملوا أي أعباء نهائي. المؤسسات المجتمع المدني هي اللي بتقوم بإعادة التأهيل بالكامل والبنية الأساسية والبنية التحتية للمنزل، وبيتم تسليمهم على المفتاح يعني. طب خلال فترة التأهيل يعني يا فندم بيكونوا فين المواطنين؟ بيكونوا موجودين في المنازل دي مثلا ولا بيكونوا فين؟ بيكونوا موجودين عند أهاليهم طبعا، يعني فترة مش كبيرة قوي، حوالي 3 شهور
بنقدر ان هم يتوفر لهم اماكن عند اقاربهم لحين الانتهاء من طيب اخيرا النهائي. اخيرا يا استاذه امل برضه عشان المشاهدين يعني تبقى عندهم الصوره كامله، لو احنا بنتكلم على مركز مدينه الواسطة في محافظه بني سويف، وحضرتك قلتي انه يمكن هذا المشروع ممتد في محافظات اخرى، اختيار المنازل اللي بيتم رفع كفاءتها بيتم على اساس ايه؟ هل بيتم على اساس معاينات ميدانيه انتوا اللي بتختاروها، ولا على اساس ايه اللي بيحصل؟ بيتم معاينات ميدانيه في البدايه، لازم تكون المنازل يعني تكون في حيز عمراني غير مخالفه لتراخيص البنى، تكون الاسر دي اولى بالرعايه والاحتياج فعلا، غير قادره على انها تقدر تعيد اعاده منازلها وبناها او اقامتها بشكل يليق بها. بيتم طبعا يعني بحث اجتماعي على الاسره وبحث للحاله وبحث للمنازل نفسها، وانها تكون في الحيز العمراني للمباني. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه امل احمد حسن، وكيل وزاره التضامن ببني سويف.